نحب نعرف اللجنة. اللجنة طبعا تكونت من رئاسي، وكان الهدف منها انها ترسم خطة الطريق اللي على المحاور الآتية، مثلا عملية أماكن الفرز والعزل والعنايات في مختلف أنحاء ليبيا، والأطقم الطبية والطبية المساعدة وتدريبها وحمايتها بالألبسة الحامية من الفيروس، أيضا عملية العالقين والبروتوكولات التي تضمن رجوعهم سالمين. رابع حاجة اللي هي عمل الدلائل الإرشادية، حوالي كوننا مش أقل من 17 دليل إرشادي. النقطة الخامسة هي التوعية المجتمعية، والحمد لله ربك وفقنا في الأمر هذا. يعني بالنسبة للمراكز الفرز والعزل والعلاج أو العنايات، غطينا بها مختلف أنحاء ليبيا شمالا وشرقا وجنوبا، ويعني ما لا يقل عليه حوالي 63 مكان عزل في المدن الكبيرة، مثلا زي مصراتة في 3، في زليطن في 2، الحمص في 2، طرابلس فيه مش أقل من 15 مكان، تمشي للزاوية في 3، صرمان في 2، صبراتة في 2، زوارة فيه 1، جميل برضو فيه، في الزنتان في 2، في نجولي أماكن الجبل نبدو من نالوت فيه مكانين، واحد منهم مستشفى واحد في المستشفى القديم، كباو كذلك، جاذو، الحرابة، الرجبان، غريان وغيرها، يعني في أغلبها المدن الموجودة متقسمة إلى أماكن فرز وأماكن عزل وعنايات. الأطقم الطبية الحمد لله الجيش الأبيض كنا نعتقد أنه يصير فيه عزوف، لكن الحمد لله يعني تنادوا من جميع المستشفيات ومغطين المناطق اللي هي بدت في العمل. فيه طاقم طبي مكون من 25 طبيب ومساعد طبيب وفني مشوا للجنوب ويقوموا بدورهم على أكمل وجه. كنا مركزين جدا على حماية الأطبانا وممرضينا والأطقم الطبية بصفة عامة من حاجات اللي يسموها بي بي إي اللي هي الألبسة اللازمة. المعدات أخذت منا جهد كبير برضو. إحنا من أول الخطة متاعنا كنا طلبنا 600 سرير عناية على مستوى ليبيا، والحمد لله وفقنا في عدد لا بأس به. بالنسبة للدلائل الإرشادية، يعني الدكتور هشام حيشرح لكم على الدلائل الإرشادية الموجودة اللي عملناها من كل الأمور، بداية المساجد إلى الجامعات وخلافه. زي ما تعرفوا بالنسبة للعالقين في الخارج كان جهد اللجنة العلمية الاستشارية لا بأس به. احنا المفروض كلجنة علمية استشارية زي ما تعرفوا احنا نخطط ونعطي النصيحة والتوصيات، لكن لقينا نفسنا ماشيين بعمق في الموضوع هذا من ناحية الهوتيلات توفيرها وغيرها، وبالنسبة للحجر أو العزل اللي هو كان في خارج ليبيا في الأول، نتيجة لعدم توفر الهوتيلات والأمور الحراسة والأمن، لكن مؤخرا الحمد لله تمكننا أو بدينا في الأمر هذايا، وجو الأخوان المواطنين اللي موجودين في مصر قاعد عندنا مشكلة كبيرة في الهوتيلات. يعني للأسف توجد
يعني عشرات الهزلات موجودة وما تمكناش من التعاقد معهم، ومواطنين موجودين غادي في 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 مصر، جمهورية مصر، في منهم حتى طلعوا من الهزلات، لكن الحمد لله مؤخرا تدخلت السفارة، ونتيجة لتعطيل عدم وجود أماكن الهوتيلات هنا موجودة، تدخلت وسكنتهم من جديد، وحنبدو بإذن الله بعد بكرة الرحلات من جديد. هذا بالنسبة كلجنة وكخطة اللي عملتها. بالنسبة للوضع الوبائي طبعا قلق جدا، وعدة عوامل، في عوامل داخلية، فيه عوامل نتيجة للمواطن عدم التزامه بالنصائح، عدم التزامه بالتباعد الجسدي والمجتمعي، عدم لباس الكمامة، برضو بالنسبة للنظافة الشخصية والاستعمال المنظفات والمعقمات للأيادي. هذه بعض الأمور، وفي جزء منها طبعا الدولة مساهمة فيها والأجهزة الأمنية مساهمة فيها. الدولة طبعا لازم توفر للمواطن طبعا زي ما تعرفوا الرواتب باش ما يمشيش يزاحم بالنسبة للبنوك. الدولة المفروض تعطي لبعض المشاريع الصغيرة واللي هي تأثرت ممكن على علاوة أسرة. نعرف احنا الظروف الحرب هذه مأثرة، لكن لابد ان تاخذ الدولة في عين الاعتبار الامر هذا. بالنسبة للجهات الضبط القضائي والامن، الحرس البلدي يبي دعم، ومؤخرا حصلنا له بعض الدعم، حصلنا له يعني تكلمنا والحمد لله اظن حيتم دعمه، لكن قاعد الحرس البلدي حتى هو يحتاج الى دعم ممتاز، زيها زي الشرطة، زيها زي الجيش، من ناحية الضبط الحظر التجوال، لأن زي ما تشوفوا حضراتكم يعني الشواطئ ما شاء الله مليانة، الأسواق مليانة، هذه أمور كلها بتأثر، ولو ما خدناش نفسه ما خدناش الحاجة بجدية حيأثر كثير. طبعا المناسبات الاجتماعية مش مقصرين فيها، سواء مآتم سواء أفراح، وين ما فيه زحمة تلقانا مليانين ومجمعين مع بعض. فهذه الأمور هذه لازم ناخذ منها، نقول حاجة بس لبعض الأرقام لعلها تساعد المواطنين يفهموا ماذا خطورة الوضع. يعني كنا احنا يوم 17/4 كان حوالي في 49 حالة وحالة وفاة واحدة، يوم 23/5 بشهر وشوية يعني كانت في 75 حالة وثلاثة حالات وفاة، يوم 9/7 كانت 1283 حالة و 38 حالة و 36 حالة وفاة. فهذه الأمور هذه توحي لك أن الأمور ماشية في اتجاه مش محمود، في حين احنا حاولنا بقدر الإمكان أن ما نضيقش على الناس ونبدأ في الانفراج التدريجي للحظر وللتعايش مع الكورونا. في طبعا مسببات خارجية، كان تقول مثلا المنافذ الحدودية، التهريب والتسلل، الهجرة غير شرعية، برضو الصراع المسلح حتى هو لا بأس به، فيه عامل برضو من رجوع العالقين، لكن في هلبة يعزو الأمر هذا هو الأساس، لكن نقولهم مش هو الأساس، لأن لو جينا وقلنا شفنا مثلا العائدين من تركيا فاقوا 10,000، لما نجي نحسب الكمية اللي قداش حالة ما يفوتوش 20 حالة، فهي عامل لكن مش هو عامل أساسي. تصرفاتنا الشخصية، عدم التزامنا بالتباعد المجتمعي والكلام زي هذا هو السبب الرئيسي. احنا طالبين من الناس هي يعني تتباعد، تاخذ المسافات اللي هي آمنة، يعني النظافة الشخصية ولبس الكمامات. لبس الكمامات يعني دراسات كلها قالت مش أقل من 50-60% من تقليل من حدة العدوى. فهذه هي مجمل الأمور. طبعا لما بنجي نتكلم على دور البلديات، راهو دور البلديات مهم جدا. أنا مثلا عجبني عميد زليطن كان معنا أمس في اللجنة،
جاي وقال احنا في منطقة معينة من زليطن كعام هذه منطقة موبوءة، وما قالش لا ما تقولش عليها موبوءة، فهمتوا؟ وهذا مهم جدا، في هالبناس يتحسس من أن تقول منطقة فلانية موبوءة، لا يقولك ما تسميهاش، كيف بنعالجها؟ كيف ناخذ بالنا منها؟ يعني احنا لما نقول موبوءة معناها تبي عناية، لازم ناخذها كدولة وكلجنة علمية لازم تنصح بإجراء إجراءات معينة. لما نقول مثلا التنقل بين المدن لازم يقل، باش ما تعمل بوابات طبية وأمنية في نفس الوقت، هذا مهم جدا. وسبق أن اندارت قبل في الحمى القلاعية زمان في أكرمكم الله في الحيوانات، وكانت لها نتيجة كويسة وضبطت الحركة يعني. فالأمور هذه يعني تحتاج إلى وزارة الداخلية والقوات المسلحة والحرس البلدي أنها يشدوا أمورهم كويس باش نوصل إلى النتيجة اللي هي الانفراج التدريجي. احنا سمحنا كلجنة للامتحانات لأبناء الطلبة أن يمتحنوا في الجامعة، وللنظام اللي عملاته والدليل الإرشادي اللي درتها اللجنة باش طلبتنا يبدو في الامتحانات. وقلنا في الجامعة إذا كان رأينا مؤشر عكسي راهو حنوقف الامتحانات، لكن بقدر الإمكان أن ما نحاولوش نضيعوا الامتحانات بالنسبة للطلبة. يعني بالنسبة للمساجد في الأسبوع اللي فات سمحنا ببضع المساجد اللي هي تصلي ب 12 نفر، هي اللجنة الإدارية بتاع المستشفى. الجمعة هذه إن شاء الله حتكون كل المساجد، لكن نفس الشيء باللجنة الإدارية فقط. وكانت تجربة بتاع صلاة الفجر كويسة، لأن يعني الناس كانوا منظمين والأعداد ما كانتش هلبة وكانوا متباعدين، فهذا شيء يفرح يعني على أساس أنه هو الوعي بدأ يدب في المجتمع بتاعنا. فهذا الكلام اللي بنقوله. بالنسبة للتحاليل حتى هو كنا عندنا نقص شديد بالنسبة للتحاليل، تحسننا إلى حد ما، لكن تو ما نشر الدين على نفسنا. احنا الهدف بتاعنا في ظرف اسبوعين مفروض نوصل الى 2500 تحليل في اليوم، في ظرف 4 أسابيع من تو مفروض نوصل الى 4000، وهذا مهم جدا لهالبحاجات. اول شيء تطلع عدد الحالات الموجبه، وبالتالي تحفظ نفسها او تحجب نفسها، تعزل نفسها عن المجتمع، يغل الواحد. الحاجه الاخرى ان تساعد على دراسه الوضع الوبائي بالنسبه لنا. عندنا صعوبات كثيره خاصه في انواع البي سي ار، منها في عندنا اجهزه كثيره في الجين اكسبيرت. الجين اكسبيرت هذا جهاز سريع يطلع نتيجه ب 45 دقيقه، للاسف المشغلات نتاعه ناقصه. واليوم حاولنا مع الدبليو اتش او على اساس ان هي تتوصلنا للحصه الموجوده في ليبيا، وان شاء الله كنا نجحنا في هذا، في حوالي 50 ألف تحليل. لو تحصلنا على هذا تبقى حاجه كبيره، لكن تو المعتمدين كثير عليه اللي هو يسموه ريل تايم بي سي ار، اللي هو ياخذ وقت اطول وحنكونوا فيه كفاءه كبيره. بالنسبه للجنوب كان فيه مكان واحد بس يحلل في البي سي ار، تو فيه 4 محلات اماكن يعني، لكن قاعدين مش راضيين على العدد اللي يصير في الجنوب في عدد التحاليل. ونتمنى ان في ظرف الاسبوع الجاي هذا تكون ترتفع النسبه اقل شيء ل 300 في الاسبوع، ونزيدوها في اليوم يعني، وتنزاد اكثر من هيك. في الدكتور هشام يبي يشرح لكم عن الوضع الوبائي بشويه تفاصيل، وبعدين عند نقبلوا اي اسئله تسالوها. شكرا. السلام عليكم. حنكمل من امتى وين وقف الدكتور خليفه. حنتكلم تو على المهددات الداخليه لانتشار فيروس كورونا، اللي من ضمنها حركه النشاط الاقتصادي والحركه الاجتماعيه داخل المواطنين بالبلاد. لو تشبهوا حسب الرسم البياني هتلاحظوا ان في تغير في حركه سير نتيجه حركه الناس للمحلات المواد الغذائيه الخضروات واللحوم والصيدليات في الفتره الاخيره، لدرجة أن هي فاتت حتى الدرجة المعتادة اللي في شهر 2 بنسبة زيادة 28%.
سببها يعود للنشاط السياحي اللي هو ناشط في الفترة الأخيرة سواء على طول الساحل الليبي وبعض النشاطات الثانية اللي هو أثناء خرق فترة الحظر، ولهذا اللي خلى فيه شراء للمواد الغذائية والخضروات وزيادة حركتها داخل المحال التجارية خلال الثلاثة أسابيع الماضية وتحديداً خلال 18 يوم الأخيرين. بالنسبة لنزعة حركة المواطنين بالنسبة للمقاهي، زي ما تعرفوا أن لغاية الآن قرار رئاسي أنه قاعدة مفروض المقاهي والمطاعم مسكرة، ولكن للأسف حسب البيانات اللي طالع عندنا أن جزء كبير من المقاهي والمطاعم مخالفة ومفتوحة، وهذا باين في التقرير. كان في البداية في شهر مارس جلها مسكرة، ولكن حاليا وصلنا ل 6% زيادة على المعدلات المفتوحة لحركة تجارية خاصة بالمطاعم والمقاهي في الفترة الأخيرة. بالنسبة للساحات العامة، حركة الناس الساحات العامة والملاهي والمنتزهات، زي ما تشبهوا بنسبة زيادة 36% على ما هو كان أساسي في شهر 2، وهذا واضح وجلي في حركة المواطنين وتجمعاتهم في الساحات والأماكن العامة والملاهي والمصايف، وهذا بروحه يزيد من شدة وحركة نشاط الفيروس وانتقاله من شخص لآخر. وزي ما تلاحظوا أن قاعدين من حسب القرارات الرئاسية هذه كلها المفروض تكون خارج موضوع قاعدة في الحظر. للأسف ليبيا حالياً وضعها متدبدب ومتغير ومتنوع في النمط الوبائي ما بين المدن والبلديات في ليبيا. حتلاحظ في بعض المدن واصل الدرجة الرابعة، وفي مدن ثانية واصل الثالثة، وأغلب المدن ما بين الثانية والأولى. ولكن للأسف فيه يعني توا واحدة من المدن اللي واصلت الدرجة الرابعة هي مدينة سبها، واللي الحالات فيها مدينة سبها زي ما تعرفوا نسبة التعداد السكاني يتراوح ما بين 170 ألف إلى 210 ألف. عدد الاختبارات اللي اندارت فيها زي ما تشبهوا في الشريحة حوالي 2536 اختبار، ما يمثل بنسبة اختبار بالنسبة لعدد السكان بزيادة طفيفة عن 1%، ولكن الزيادة نسبة الاختبار هذه اندارت في السكان هما خلال الفترة من 23/5 إلى الآن، تلقوا أن نسبة الحالات المؤكدة فيها حوالي 571 بينما حالات الوفاة واصل 21. ونسبة الإيجابية التحاليل واصلة فيها 22.5%، ونسبة الوفاة في مدينة سبها واصل ل 3.67%. متوقع نسبة إيجابية التحاليل خلال الثلاثة أسابيع القادمة حتعلى فوق 22%، ونسبة الوفاة حتزيد في المدة القادمة لأسباب حنذكرها لاحقاً. بينما لو نجي نقارنه مثلاً زي مدينة طرابلس اللي هي تعتبر حالياً في الدرجة الثالثة اللي هو الوباء ينتشر بطريقة عنقودية، نسبة الحالات المصابة 293 حالة و8 حالات وفاة، وعدد الاختبارات اللي اندارت فيها حوالي 16815 الاختبار. نسبة الإيجابية التحاليل فيها 1.7%، ونسبة الوفاة فيها واصلة 2.3%. ركزوا على نقطة الإيجابية الاختبارات، لو تلاحظوا في فرق ما بين مدينة طرابلس ومدينة سبها، الفرق حوالي 15 ضعف ما بين الاثنين، وهذا اللي خلى أن معناها في جزء كبير من الحالات ما تمش اختبارها في المجتمع وقاعدة تنقل في الوباء منتشرة في مدينة سبها. واحنا في كل بيان بالحظر هذا نذكره في الكمامات ضرورية في المكان المزدحمة. احنا كنا في اجتماع من 3 أيام فاتي مع الرئاسي، وأكدنا على إلزام الناس بالكمامات، وطلبنا حتى من الرئاسي أنه يعمل غرامات على الناس اللي هم يطلع يكسر الحجر مثلا في السيارة، مثلا يدفع مبلغ معين، متجر مثلا مصرح له انه يكون في 2 نفرين بس، في يجوا في 4 المفروض برضه يغرموه، مكان كبير مسموح له ب10 نلقى فيه 20 يجب ان يغرموه. وهذه تعمل وهذه تثبت ان هي نجاحها.
بالنسبة للكمامات بالذات حبينا وقلنا لوزارة الصحة ولازم توفروا كمامات بثمن مدعوم، وصار في تفاهم ما بين وزارة الصحة ووزارة المالية عشان يوصلوه لربع جنيه وحاجة زي هذه، وتوفر في أماكن كثيرة. وإحنا حنحدو مصر وحنحدو تركيا. تركيا لو ما تلبسيش كمامة حيدفعوك 900 ليرة، فهذه مهمة جدا. وإحنا زي ما قال الدكتور وأكدت عليها هنا، حكاية الكمامات تقلل نسبة العدوى ب 60%. بالنسبة للسؤال في تصحيح، بس إحنا ما استأنفناش الدراسة، إحنا استأنفنا الامتحانات فقط، وهذا ما يعنيش نفس الإجراءات اللي لها علاقة بالدراسة. رقم اثنين، لا الامتحانات فقط، ما فيش دراسة، في امتحانات فقط وما فيش دراسة، سواء كان على المستوى الجامعي بالكامل، فيش حاجة لها علاقة بالدراسة، لها علاقة بالامتحانات فقط. بالنسبة للدليل الإرشادي موجود في الموقع، تقدر تطلع عليه بالتفاصيل كيف إنه هو الشخص يقوم بحماية نفسه والمؤسسة عشان خذت من إجراءات. في تنسيق كبير مع وزارة التعليم، وزارة التعليم قامت والجامعات حتى هي قامت بمجهود لا بأس به. تنسوش الجامعات حتى هم عندهم خبراء، استعانوا بالخبراء بتاعهم، وحتى هم حولوا الدليل الإرشادي إلى خطة تنفيذية، وعن طريق الخطة التنفيذية هذه داروا اليومين اللي فاتوا بالنسبة لجامعة طرابلس، داروا حاجة يسموا فيها زي بروفا، بحيث إنه يشوفوا الإجراءات فيها، وبعدها حيبدوا بالتدريج في عملية التنفيذ، جهزوا روحهم من ناحية الاحتياجات اللازمة للتنفيذ. وزي ما قلنا مش الدراسة، الامتحانات فقط فقط. شكرا. بالنسبة للموضوع هذا برضو، حتى الجامعة لما شكلت لجنة وبائيات من اللجنة، واللجنة متاع الوبائيات متاع الجامعة، وبيبدوا بالكليات اللي هي عندهم أعداد بسيطة، يعني بيبدوا بالبيطرة عندهم حوالي 50 طالب، بعض الأقسام في الهندسة حتى هي أعداد محدودة، وبتوزع على الجامعة كاملة، بحيث أن المسافة بين الطالب والطالب مش أقل من زوز متر. بنفس الشيء الاحتياطات، انه هو الطالب ما يقعدش برا يستنى من المدرج، لازم يطلع ويروح لان عنده امتحان ثاني. مثلا كليه الطب اللي فيها زحام خلوها اخر مرحله. فالامور متفقين عليها بين اللجنه العلميه واللجنه الوبائيه بتاع جامعه طرابلس.